عندي سمك بصوص الزعتر مقاديري، سمك فيليه وتوم وبصل وليمون وكمون وزعتر، وزعتر جاف طازه وجاف مستردة، ملح وفلفل وزبده وكريمه لباني، هنقدمهم مع المكرونه الشرائح. ادي التوم، شويه كمون، شويه مستردة، ادي شويه ملح، شويه فلفل، شويه ليمون، شويه زعتر، وادي الصوص ده اهو كده، ادي الزعتر الفريش اهو، اديله شويه ليمون كده كده، كريمه اللباني، ادي المكرونه كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم.